فهم الأمور يحتاج إلى عينين بتشوف، لكن مرات كثيرة العينين عليها برقع، عليها شيء حاجب عنها الشوف. الكلام ده اتكلم عنه الكتاب المقدس عن الفريسيين شديدي التدين اللي ما قدروش يقروا في العهد القديم كل نبوة جت عن المسيح، ويقول الكتاب أنه هذا البرقع ما زال موجود، البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. والبرقع ده ببساطة هو التعصب اللي كان مالي عينين الناس فما قدرتش تشوف. خلونا نصلي إن ربنا يشيل البرقع، برقع التعصب من على عينين الناس، فتشوف الحق اللي معلن في كلمة الله. يا رب احنا بنجيلك النهاردة وكلنا يقين إنك إله عظيم تستطيع أن يفعل ما لا يستطيع الإنسان أن يفعله. أنت تستطيع أن تشق هذا البرقع من على الأعين فترى الحق. سيدنا الرب مرات كثيرة بنفتكر إن ما نؤمن به هو أهم وأفضل شيء، وساعات كثيرة بنحارب الآخرين بما نؤمن به ونهاجم ونكره ونحقد. يا رب ده برقع بيمنعنا أن نرى الحق اللي معلن في كلمتك. فباسم الرب يسوع في هذا الصباح سيدنا، في هذا اليوم أؤمر بنزع وقطع وكشف البرقع من على الأعين فترى بوضوح. كم نحتاج أن نرى في هذه الأيام التي تتداخل فيها الأحداث والأمور، كم نحتاج إلى عيون غير مغطاة، عيون منكشف عنها أي غطاء، أي شيء يعيق البصر. ننتظر عملك. يقول كده: لكن حينما يعود إلى الرب حينئذ يرفع البرقع. يا رب بنجيلك كلنا نقول لك شيل من على عيوننا كل شيء يمنع رؤيتك باسم الرب يسوع.